السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفيني جيمي، واليوم رجعنا لكم بلعبة مور الشل. يا جماعة الخير وصلنا حلقة السابعة يا اخوان، اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة الخير وصلنا هنا في الفيديو السابق، قبل ما نتحرك باغي اراويكم شيء مميز. شوفوا ايش جمعت هنا يا اخوان، جمعت الأسلحة يا أخوان، فالحين عندي كل الأسلحة، شوفوا هذا السلاح، يا أخوان بصراحة هو ممتاز ولكن مشكلته بطيء، ولكن هذا السلاح زين حل المسافات البعيدة يا أخوان، ولكن مشكلته شوية بطيء، فما يناسب طريقة لعبي، أوكي؟ وهذا السلاح الثاني هو هذا السلاح اللي يعطوك في بداية اللعبة، يعطوك هذا السلاح، فهذا السلاح معروف. فما يحتاج يعني اقول لكم شيء عنه. اما هذا السلاح نفس الحال استخدمناه واجد، هذا السلاح فنفس الشيء، هذا السلاح بطيء وما يناسب طريقه لعبي فما عجبني بصراحه. اما هذا السلاح يا اخوان، هنا هذا السلاح يا جماعه، هذا السلاح مره فتاك، سريع يعني مره قوي. هذا السلاح انا يناسب طريقه لعبي 100% يا اخوان، يعني في هذه اللعبة ما حصلت أحسن عن هذا السلاح. هذا أنا أعطيه 10/10 بصراحة، يعني مع الدرع السيلمون أنا هذا السلاح مرة مناسب حال هذا الدرع، فأنا ما حصلت أحسن سلاح أحسن عنه. وهذا الإنسان كما قلت لكم في الفيديو السابق يطلع الضباب، يعني يزيح الضباب، أوكي؟ لما يزيح الضباب حتى ذلك الفامبايرز يختفوا، فلازم تعطيه جلمس على اساس يزيح الضباب يا اخوان. فذاتس ات يعني. فالحين اتوقع امورنا طيبه، فنقدر نتحرك نروح الى المنطقه الجديده يا اخوان. يا اخوان ذاك المنطقه يعني ما سهل ابدا، بيكون منطقه صعبه، فالله يعيني صدقوني الله يعيننا. المكان يعني واجد يعني شويه صعب، يعني الاعداء اللي موجودين في ذاك المنطقه شويه يعني معطينهم قوه، ما نفس ذيلا، مع ان ذيلا ومتعبين. بدينا من بداية. يا ساتر، احسنت اخوي، شكرا على الترحيب به، ولكن احنا بنسحب عليهم لان عنا مشوار، يعني المنطقة الجديدة شوي بعيد، ما واجد شوية بس، موقف هذا اللفة يطلع لك دوار، بعد الدوار تلف يسار، ها ودي شي دوار هنا وتلف يسار وتمشي سيده، تمشي سيده ليه ما تندق، زينه فهمتني؟ وبي يا زباله، لحظه يا حبيبي، لحظه هدي، انا مش سويت لك، والله ما فاضلكم وقت الحالي، انا ما فاضلكم، لكن بعدين لما اكون فاضي بكيكم برجح لكم ما مشكله، اما الحين ما فاضي، الحين عندي مهمه صعبه جدا يا اخوان، عنا مهمة صعبة. استخدمت شيء كده. لا يا غلطت يا اخي، غيرت سلاح بالغلط يا اخوان. كامون، اطلع من هنا، اطلع. انا ميت يا اخوان، يا ايش سويت انا، وايش سويت هذا، ما يخلوك تتمر تو، ما فيش بسوي يا اخي، فما اتوقع بقدر ارجع سلاح يا اخي، وذاك السلاح صراحه فتاك، انا ما اقدر العب بهذا السلاح، هذا السلاح زباله بالغلط يا اخي، ضغطت هذا الاشاره على اساس اسمه، كان قصدي استخدم اسمه الفطر، ولكن ضغطت هذاك الشيء الثاني هو اللي يغير لك السلاح، يعني اذا بغيت تغير سلاح، والقهر يعني اسمه ما اقدر ارجعته، بشوف اذا قدام اذا بقدر اغيره ولا لا، لان ذاك السلاح ضروري، وذاك السلاح انا تقريبا تقولوا انا مره يعني لغمته مره، يعني فول 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 سترينث الحين، فما اعرف والله ما اعرف. هذا المكان يا اخوان هو ذا المنطقه الجديده يا اخوان، هنا راح نتمردغ يا اخوان، هنا الله اكبر، هنا اتوقع انا بموت كذا، بموت يعني ببلاش،
هذا المكان الموت ببلاش أخوان. أنا ما أعرف إيش أقول لكم. وسلاح تغير ممتاز جدا. يا لا لا ما أقدر أغيره أخوان، ما أقدر أغيره. كامون لحظات لحظات، ما لا ما أقدر أغيره، ما يصير يا أخوان. لحظات أشوف إذا أقدر أغيره. أي سلاح هذا؟ ما يصير، ما عندي للأسف الشديد، ما عندي. هذا مال هالود، سلاح هالود، وهذا السلاح ال ما عندي. هو مكتوب ذاك اسمه، مكتوب هامر ان شيزل، مطرقة وسندان، ولكن ما اخي ما عندي يا اخي. يا ايش هذا يا اخوان؟ انا الحين شوف بقطع هنا، بقطع هنا وبرجع لكم، فلازم اروح لازم اروح اغير سلاح. اوكي طيب يا جماعة، خلاص غيرت السلاح، رجعت السلاح، رجعت السلاح المفضل، رجعت سلاحي المفضل يا اخوان. فا الله يعينه، وصلنا المكان اللي ما كنت اريده اصلاً. يا حبيبي انت ومطرقتك يعني يا ما يصير كذا. انا عندي مطرقة لك، شو كيف صغرة؟ هذا ظلم يا اخوان، هذا اخوان لا هذا اذا ضربكم تروحوا ملح، انتوا اذا ضربكم بتروحوا ملح. اوه هذا يا ساتر، شفت شفت الهيلث، شفت الهيلث كيف راح؟ ما امزح. تعال تعال يا حبيبي تعال. يا ساتر يا ساتر على هذا المنطقة. زين عقب زين. يا ايش هذا يا اخوان؟ ايش هذا؟ يا ساتر، هذا زعيم اخوان، هذا زعيم ما اسمه. اوف يا اخذ مسمه، معطينا طاقة كذا عن لازم، ما يصير كذاك. والغمنا ملغمنا السلاح وكذاك يعني، فهمت صح؟ ولكن ماشي، عارف كيف يدبني، ولكن ما مشكلة. هذا المكان يا اخوان ترى يضيع، يعني ما بتعرف وين تروح، بس كذا تركض. المكان كبير يعني، منطقة كبيرة، ولكن كذاك بس ما تعرف يعني، ما تفهم وين تروح، بس تمشي تقصد تركض بس كذاك من دون هدف. ولكن هدفنا يا اخوان مسمه، هدفنا نزل الشعلة، في شعلة هناك. لحظة راويكم هذه الشعلة، لازم نزلها على اساس نفتح الباب، نفتح البوابة. شوف البوابة اللي هناك، شوف بوابة لازم تفتحها على اساس تمر. اوكي والشعلة شكلها، لحظة راويكم الشعلة، الشعلة شكلها نفس هذا اللي قدامنا. لحظة لحظة خليني اوصل المكان يا اخوان، ترى المكان يعني مرة كبير. زين نفس هذا الشعلة يا اخوان، لازم ننزل نفس هذا الشعلة، نزل كاك نزل تحت، بعدها عاد بيتفتح هذاك البوابة اللي هناك. ولكن انا ما اعرف صراحة وين الاماكن الشعلة، ولكن اتوقع يمكن هنا. بنشوف يا حبيبي يا حبيبي. القنيات رقعن، القنيات رقعن، والله ما فاضلكن ابدا، ما فاضلكن. هذا المكان يا اخي ما تفهم وين تروح. اوكي ايوه اوكي تعالي تفاضلي معي. هلا هلا هلا، ابلع مفاجأة. ما ماتت، مفاجأة حبيبي. وصح نسيت اسمه اقول لكم نقطة عن عن هذا السلاح، هذا السلاح ترى فيه سم، فلما تضرب العدو يتسمم يا اخوان. نسيت اقول لكم هذه النقطة، نسيت اقول لكم هذه النقطة. وانت باي باي،
ايوه كذا رخصي. في صار للعب يا اخوان، في شيء اخوان، شيء صندوق، شيء صندوق يفتح. اوه حصلنا هذا يا اخوان، هذا تعرف ايش فائدته يا اخوان؟ هذا يقوي من السلاح يا هذا ضروري جدا. هذا كنت ادور، انا كنت ادور هذا الشيء. تعال تعالي كمان ابلع. ايوه هذا حبيبي همر انشزل مطرقه وسندانه. تعالي تعالي يا الزباله انت. لكن يا اخوان انا ما شفت دليل ان شيء شعله هنا، انا ما شفت شيء هنا ترى، ولكن بندور يمكن نستغرب شيء من ما ي... كذا السالفين. هذه سريعه يعني، ضرباتها سريعه جدا. صوت من ذا؟ في واحد قاعد يشخر هنا، اسمع صوت شخير. انت من انجتي؟ ابلع يا عب. لا وما ماتت كمون، المفروض انت تموتي على طول. يا اخوان انا ضعت شويه بس ضعت. لا خلونا نسوي هيلث يا اخوان. شوف هذاك اللي هناك، هذا اللي ماسك الفأس. احسن لكم لا تروحوا له. تنبيه، هذا ما يسمى بالتنبيه. يا اخي ما اشوف شعلة، يا اخي ما اشوف شعلة لشيء هنا. في جنية، ولكن احس ان مخبين شيء هنا يا اخوان. فزين نروح نستكشف هذا المكان يا اخوان. يا جنية انا مسمع في شيء هنا، بس اذا كان في شيء ولا شيء. ما في شيء حبيبي هاي المطرقة حبيبي. والله السلاح يا اخوان، اذا بتلعبوا هذه اللعبة ضروري تستخدموا هذا السلاح، ضروري جدا. بعد ما في احسن عنه، سريع وكل شيء. شو كيف سريع مرة، فتاك والله. Very nice. Yes very nice. ما في شيء هنا، قصوا علي والله. نروح فوق، في شيء هنا، في حاجة. أعطونا هذا ما السم، الفطر ما السم. كبط طلعي مسمى الأحجار ومسمى كثلوق. أوكي يا اخي ما شفت شيء كذاك، يعني في دليل انه في شعله هنا. يا اخي ما اشوف شيء، خلونا نركب فوق. يمكن من فوق بيبين، يمكن هنا. مي نو سي انيثينج مين. هنا شو ايه؟ هلا، لا طلع ثلوق. ايش ايه؟ ما فاضي. اوكي نحن جينا من هذا المكان يا اخوان، نحن جينا من هنا. فهذا الجنيه منين طلعت؟ ما كانت موجوده. اوكي تو وين بنروح؟ نحن جينا من هنا. اوكي جينا كذا، لا جينا من فوق، من هنا جينا. ولكن انا ما اشوف شيء كذاك يعني، شيء نار كذاك. ما في نار. إذا نزلت هنا بموت. وين بروح حقا؟ وين الشعلة؟ يا كنا ما كنا ذاك اللي هناك؟ أتوقع صوب الثاني يا إخوان. لحظة. أتوقع صوب الثاني يا إخوان. هنا في شيء. The reward of loyalty is zervidud. Okay. أتوقع اسمه الشعلة صوب الثاني، هذاك الصوب هناك. أنا ما متأكد ولكن أتوقع هناك. تعالي. ما خليش طلعي. أيوه. في الفيديوهات السابقة هذه لما كانت تضربني لأنه كان سلاحي بطيء، يا إخوان. اما الحين اموري طيبه، سلاحي سريع. في شيء هنا اخوان،
في شيء اريد اشله لكن اخاف اموت يا اخي. اقدر انزل كذا؟ ايوه اقدر. اوه حصلنا ذا تار. زين حط الحل تطوير الشخصيه هون. زين وبعدين كيف نزلته؟ انا خسف والله. اوه والله سويتها والله اني عبقري. كيف تعورت انت؟ طحت من مسافه بسيطه. سلامات اخوي. نكسع وين الشرط؟ كان هذا الصوب صح؟ شكل من هنا. من هنا يا اخوان من هنا. اتوقع ايش اسمه الشعله موجود في هذا الصوب. فلازم نفتح ننزل يعني ننزل الشعله على اساس نفتح الاسمه نفتح البوابه. فلازم نفتح هذه البوابه اللي هناك شفتوا؟ شيء بوابه كبيره هناك. اتوقع ذاك اصلا ذاك البوابه لما تفتحها راح نواجه الزعيم يا اخوان. انا ما متاكد لكن اتوقع. اوكي هنا يا اخوانك ساعنا شفت شيء ترى هنا شكل ايه كان في شيء هناك لحظات شكل من هذا المكان يا اخوان. ايه في هو الشعل يا اخوان. من راح من هنا حصلناه لكن هنا مسمه ما اقدر امر هنا. نكمل هنا لان هذا الالعاب ما تقدر تركب كذا ما تقدر تقحم ولا شيء. اي من اللي قاسي يطلع الصوت؟ ايش بقتل هذي؟ هذا وقت قوي هذا وقت قوي يا اخوان فلازم نكون حذرين. تعالي يا حبيبي ابلع ايوه كذا حبيبي همر هذا همر ايوه همر على بالي تويوتا. انزين اوكي ما في حد مستخبي هنا؟ ما فيش؟ اوكي كيف نروح؟ يا زباله كم واحد هنا؟ انا وين الشعله؟ كان اي صوب؟ والله انا ما فاضل لك. هنا يا اخوان هنا من هنا يا حمار. لا 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 لا, لا ما هذا ما شفت تضاربوا مع هذا الانسان زباله ذاك. هذيلا موجودين هنا بعد؟ ابلع هذيلا. اوه لحظة يا حبيبي لحظة شوية. أنا بموت يا أخوان أنا بموت. أوف واقدين يا أخوان واقدين. تعال اوكي قتلنا الكبير بقوا ذيلا صغار هذيلا ما مشكله هذيلا امور طيبه هذيلا سهلين اوكي حصلت الفار اكل ضبدع ما الفار في نوعين في ضبدع في فار. اوكي هو ذا يا اخوان شوف ضغطه اكس وتنزل الشعله. فاتوقع الحين إذا ما خاب ظني البوابة خلاص يعني تفتحت. عم نطشر ولكن لازم نروح له. خلونا نروح نشيك لكن كيف إذا تبغى أنزل كيف بنزل؟ هل أقدر أروح من هنا؟ ما يصير. كيف بنزل؟ سلامات اللعبة كيف بنزل؟ تمزح معاي أنت إيش؟ يعني لازم ننزل من هنا يا اخي لازم ننزل كذا يعني لازم تنصب. ايوه لازم تنصب كذا اللعبه يعني يريدك تموت هذا اللي فهمته. اوكي وين البوابه؟ وين البوابه يا اخوان؟ كان اي صوب البوابه؟ هل كان من هنا ولا من هناك؟ كان من وين؟ هنا هذا المكان يا اخوان.
يا اخوان ماكو دليل ان اذا بطل الباب، ولكن بنروح نشيك عليه. ماكو دليل البر ان اذا بطل الباب. وزين عندي فطر، يعني انا مكدس كميه كبيره من الفطر. ولكن حصلنا ذاك يا اخوان، حصلنا ذاك الغرض اللي ايه. لحظه حصلنا الايتم اللي هو اللي على اساس يطور سلاحك هذاك. واقنم انا كنت ادور هذاك الشيء. ايه يا زباله، لحظات اخوي، لحظات. هدي مالكم معصبات، مالكم بلعن. جود نايت. تلحفزين. خلونا نشيك اذا بيتبطل. ياه فتحنا يا اخوان، فتحنا. ولكن شوف من هنا موجودين اثنين من احسن الاعداء اللي عندي. هذيلا انا المفضلين عندي ما شاء الله عليهم، والله انكم المفضلين. انا بقيه. هذاك هنا كان في فطر ولا ما كان في فطر؟ ايه موجود هناك، كيف ما شفته. هدي يا اخوي، هدي. مالك انا ما سويت لك شيء، ترى انا ما سويت لك شيء. لحظه يا اخوان، بنسافر راح نتنقل الى منطقه ثانيه، يعني بنرجع المنطقه الاولى قصدي. اوكي خلونا نروح نضبط السلاح. باغي اضبط السلاح يا اخوان. فعلى اساس لما نروح هناك يعني نمر من هذاك البوابه نكون مره جاهزين حل الزعيم يا اخوان. انا ما متاكد اذا كان هناك الزعيم، ولكن اتوقع موجود هناك. يس ايوه. لا ما هذا المفروض ما اجي هنا، ولكن قبل ما خلوني اشوف ايه اقدر اطور. شوف يا اخوان ما بقى لي شيء، طورت هذا الدرع، طورت كل شيء، انا فتحت كل الميزات ماله، بقى لي هذا بس. والحين راح نفتح هذه الميزه ونكون مره فول تلغيم يا حبيبي. خلاص فتحت كل شيء، فتحت كل الميزات لحال هذا الدرع. لا بعدين، ما الحين. Which trades with sister? Which هذا trade؟ أشوف. لما تفتح كل شيء تقدر من اسمه يعني تبادله، يعني تتبادله مثل يعني تعطيه شيء ويعطيك شيء ثاني. مثلا على سبيل المثال لو اعطيت هذا وش يصير؟ لا هذا باغنى، هذا ضروري حال اسمه، حال لما تقاتل الزعيم. هذا يزيد من الدمج يا اخوان، يزيد من الضرر. فهذا شيء يعني هذاك ضروري جدا يكون عندك. اوكي هذا انا اوكي اخذ. اوكي اشتريت من عندها واحد. اوكي هنا اذا بغيت اسمه ذاك، اذا بغيت تطوره من السلاح، ولا بغيت تطوره من الاسم ذاك، حتى من الهيلينج يا اخوان. فهنا شوف كان باقي لي واحد بس يا اخوان. الحين راح اضغط ابجريد وخلاص. الحين اسمه قوه السلاح مره فل خمسه، انا خلاص يعني فل. فالحين امورنا زي العسل يا اخوان، يعني قوه السلاح مره ممتازه. ولكن باقلنا هذا يا اخوان، هذا حل هيلينج يا اخوان، على اساس لما نستخدم الفطر اللي اسمه الهيلد مالك يرجع بسرعه، ما ياخذ وقت. فيس وبس. وهذا اسمه، هذا اسمه حل بوست، يعني هذا حل ضربات المميزه سبيشال اتاك. اوكي وهذا نفس حل ضربه نسبيه، ضربه القاضيه، الضربه القاضيه يا اخوان. فاتوقع نحن هنا يعني فتحنا الباب، فاتوقع يكفي حل هذه الحلقه يا اخوان. فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير، واكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا حابين اعمل فيديو عن وين تحصلوا هذه الاسلحه. اكتبوا لي في التعليقات. كان معكم عادل من قناه انفين جيمنج، متقانا للفيديو القادم. سلام.